الكتم ده وقت صعب، قلت نتكلم هنا بدل الكتمة اللي جوه. والله يا شريف باشا أنا ما بقتش حاسس بالوقت. فرح امبارح لسه كانت بتلعب قدامي في البيت وفجأة كبرت من غير ما أحس، زي ما يكون ربنا بيعاقبني على الوقت اللي ما عشتهوش معاها. هو حضرتك ما عندكش فكرة عن صحابها؟ لا عندي فكرة، بنات زيها في الجامعة كنت بشوفهم عندنا في البيت وفي الساحل. أصل فرح كانت تحب اللمة وصحابها دايما يبقوا حواليها، يمكن عشان كانت بنت وحيدة، وكمان عشان والدتها الله يرحمها ماتت وهي صغيرة، فأصحابها أصبحوا كل حياتها. وإزاي اتلمت على أحمد قاسم؟ أحمد قاسم عرفته من نادي، ولد بتاع مشاكل كل شوية يعمل خناقة، بس اللي أعرفه عن والده المهندس صلاح قاسم ناس كويسين الحقيقة. المهندس صلاح قاسم اللي الحكومة وقفته عن الشغل وصدرت كل أملاكه. وإيه علاقة ده بأنه راجل محترم؟ مفيش علاقة، بس واحد ظروف والده زي كده أكيد هيدور على ألف سكة يجيب فيها فلوس على الأقل عشان يرجع للمستوى اللي كان فيه، ولا إيه رأيك؟ والله أنا مش هدافع عن أحمد قاسم وأقولك إنه بيفكر أعقل من كده، لأ، تاريخه الأسود هو وصحابه ومشاريعهم الفاشلة الكتيرة أحسن رد. بما إنها شلة بايظة زي ما حضرتك بتقول، سبت بنتك الوحيدة وسطيهم ليه؟ حضرتك تعرف حسين المصري؟ أظن سمعت اسمه قبل كده من فرح. أظن غريب. إيه الغريب في كلامي يا شريف باشا؟ أصل وصل لنا على المكتب ورق له علاقة تنظيم رحلات السفاري بتاعت الأوتيلات بتاعت حضرتك، ولقينا إنه راس شيطان طول السنة على خريطة الرحلات. لا والغريب إنه في أفواج بتيجي مخصوص عشان راس شيطان وعن طريق الشركة بتاعتك. اسمح لي أصحح لك معلومة يا شريف باشا. طبعاً دي شركة من شركاتي الكتيرة، وطبعاً مش هيكون معايا خط سير الأفواج دي. أنا ممكن أخد لسعادتك ميعاد مع مدير الشركة محمد سليم، وتقدر سعادتك تقابله وتسأله كل اللي أنت عايزه. احنا مش عايزين نتعبك، محمد سليم هو اللي ادانا الورق ده. أنا بقى قلت لك كل اللي أعرفه. أستاذ محمود، أنا عايزك تفتكر أي حاجة قالتها فرح عن حسام المصري. حسام المصري هربان وإحنا قلبين الدنيا عليه، فأرجوك تساعدنا. والله أنا آسف جدا، لأن أنا الأيام دي مخي متلخبط. أنا الحقيقة حاليا ودلوقتي حالا مش فاكر. موضوع أخير، أنسة فرح أكيد عندها كمبيوتر شخصي. فرح عندها لابتوب من أيام الجامعة. طب أنا بستأذنك نبص عليه. عشان تبص عليه يلزمك إذن من نيابة. أنا بستأذنك أخلاقيا، إنما إذن النيابة أكيد موجود معايا. شكرا، متأسف على الإزعاج.